هاي، ازيكم؟ النهارده حابه اتكلم معاكم عن ليه لما بنتحدد هدف بنفقد حماسنا بعد فتره مش كبيره. يعني ممكن مثلا في بدايه السنه الجديده او نهايه السنه القديمه نحط بعض الاهداف، وبعدين بيبقى في حماس لمده اسبوع، اتنين، تلاته، شهر، and then it dies out. ليه بيحصل كده؟ ده بيحصل لو انا الواي بتاعتي اللي ورا الجول اللي عايزه اعمله مش كبيرة قوي. ده اللي بيحصل. يعني ايه؟ يعني مثلا فلنفرض ان انت عايز تبقى تعمل دبل الانكم بتاعك، يعني عايز تزود الدخل بتاعك بحيث ان هو يبقى مثلا بتاخد 100,000، عايز تاخد 200,000 السنة، يعني stretching yourself. عايز تعمل مليون مثلا، ده جول. مين مش عايز يعمل مليون؟ بس هنا هوقفك هنا عند حاجة، يعني الواي بتاعتك ليه عايز احقق الفلوس دي. ممكن اول سبب يجي لك علشان عايز اجي اعيش حياة ابقى فري اكتر، ابقى اقدر ان انا مش حدش من الظروف مش متحكمة فيها، يعني اقدر وقت ما اسافر اسافر، وقت ما احب اخد اجازة اخد اجازة، عندي money و time freedom. ده مثلا ده اللي انا عايز اعمل عشان كده. طيب اوكي، طب بس في ناس بتعمل الحاجات دي وستيل بتبقى حاسة انها برضو مش ساتيسفايد، وساعات بتبقى بتفقد الانثوثيازم او الحماس بتاعها. طب واتس نيكست؟ اقول طب ليه؟ طب انا لو جبت الحاجات دي، طب مش جبت الحاجات دي برضو ليه؟ عايز اعمل الحاجات دي ليه؟ ممكن تقول انا عايز عشان مثلا اعيش عيلتي في مستوى افضل، اسافر اكتر. يعني اقصد ان انت افضل اسأل نفسك ليه. كل ما تقول انا عايز اعمل كذا ليه، قول لير، عارف زي عامله زي قشره البصل كده كتير، في ليرز كتيره، فبتنزل لير لير مع كل واحده. فطب ليه انا عايز اعمل كده؟ طيب ممكن بعد كده اوصل، طب انا نفسي يبقى معايا اكتر عشان اقدر اساعد مثلا اولاد ايتام، ابني ملجأ للايتام واساعدهم واصرف عليهم وعلى مصاريف تعليمهم وادخلهم الجامعه اللي هم عايزينها. هنا ابتدت الواي بتاعتي تبقى اكبر واكبر، يعني مش مرتبطه بي انا كرشا، او مش مرتبطه بس بعيلتي، لا ده انا عايزه اعمل حاجه تاثر على تغير حياه ناس تانية. طيب ما دام انا جات لي الديزاير دي من جوايا، يعني الرغبه دي من جوايا بقت قويه وبقيت بحلم بيها وبتخيل نفسي وانا بساعد الناس دي وبشوف ازاي حياتهم بتتغير، ابتدت تبقى تعملي زي ايه؟ بقيت حاسه ان انا كده في لايت، في قوه بتساعدني ان انا ايه، انا عندي موتيفيشن اكتر عايز اعملها، لان انا عايز اعمل امباكت مش يتعدين، يعني يبقى للناس كلها، لناس كتيره. بس طالما جات لك ديزاير على حاجه كبيره، رساله كبيره تأثر في حياة ناس تانية، يعني تبتدي تحس ان انت yes I feel it more. انا حتى وانا بحكي لكم بقيت ابتدي احس ان انا I feel bigger. ان انا كنت الاول برضو حاطة goals بالنسبة لي احققها على المستوى الشخصي، على المستوى الكارير بتاعي، بس still satisfaction القوي ده مش موجود، لحد ما ابتدت تجي ideas اكبر، ان انا عايزة to impact the life بتاعت مثلا 1000 طفل يتيم، عايزة to impact the life بتاعت ناس ما بتقدرش تشرب مياه نظيفة، عايزة أبني موارد للمياه دي، عايزة أبني مسجد، عايزة أساعد الولاد دول. الولاد دول ممكن يكونوا لسه ما تولدوش أساسا، ممكن هما في الدنيا لسه ما تولدوش، بس أنا عندي ممكن يتولدوا موجودين دلوقتي، بس أنا جات لي الرغبة دي. سبحان الله، هي دي الفكرة بتاعت لما بنقول اللي هي ايه، قانون اللي بنقول عليه قانون الجذب واللو اوف اتراكشن وفايبريشن. اللو اوف اتراكشن ده عمل جدل في العالم كبير جدا، غير طريقة تفكير الناس. بس اللو اوف اتراكشن هو قانون ثانوي مش قانون اولي. القانون الاول هو اللو اوف فايبريشن. يعني ايه؟ يعني مثلا لو انا ببقى عاملة الانسان من جواه، صوروه سامويل كرملين سنة 1934، صور الناس من جوه. دلوقتي معروف العلم ده ان احنا من جوه لو صورتنا وفي اوضه ضلمه هتلاقي ان انت ايه، طاقه كده، الوان، اوكي، وبتتغير حسب المود بتاعك.
تتغير الطاقة دي حسب المود بتاعك. alright. طيب فلما بيحصل ايه اللي انا بقوله، ان لما في رغبة قوية اتولدت جواك يبقى في احتياج ليها، في ناس مستنيين ده يحصل، بيدعوا بده، هما بيدعوا بده، وانت جات لك الرغبة. فسبحان الله ان هو عمل الكونكشن دي، يعني هو ولد فيه، ولد في ناس كتيرة تانية، في كل واحد له حلم او له حلم اكبر يحققه في حياته. اوكي، فالرغبة دي لما ابتدت تتولد يبقى انا يبقى دي حاجة انا I have to do it، يبقى دي حاجة انا ان شاء الله هقدر اعملها، يبقى دي حاجة باذن الله هلاقي القوة جوايا ان انا اكبر وازيد وامشي ورا هدفي، علشان انا دلوقتي بقى عندي هدف اكبر. اوكي، فهي دي القانون بتاع اللي كنت بقول، قانون اللوف اتراكشن واللوف فايبريشن. يعني كان انا بقيت بقول، انا بقيت حاسه الولاد دول او الناس دي في احتياج ليهم، ابتدوا بيدعوا. ما هي دي اللي هي بنفهم الدعوه او قانون الايمان، ازاي الفورسز اللي احنا مش شايفينها دي بتتحرك. في حد بيدعي، زي ما انت مثلا تدعي بحاجه معينه فهيجي لك اللي انت عايزه، ممكن من خلال بني ادم تاني بقى عنده رغبه ان هو عايز يساعدك. اوكي، يعني الموضوع ده كبير، بس لما الواحد بيبقى هدفه اكبر من جاست نفسه ومن عيلته بيبقى الموتيفيشن عنده اقوى، يبقى شايف ان هو يقدر يعمل امباكت في العالم. كم واحد مات وما عملش اي تاثير في اي حاجه؟ يعني ايه الامباكت اللي سابه؟ كم واحد يعني يقول لك، يعني موضوع انا لو اخترت ابقى ام وبربي ولادي وطلعين كويسين وصالحين وكل حاجه، دي حاجه جميله جدا على فكره، مش حاجه وحشه، بس انا ممكن اعمل اكتر على فكره. زي ما ساعدتهم انا اقدر يمتد خيري ان انا اساعد ناس اكتر، بس لو انا عندي الرغبه في كده. وسبحان الله ربنا بيسخرنا لبعض نساعد بعض. You don't know how. مش it's not yours. بس ده يعني فكروا دايما، لو انت مش motivated كل يوم في الحاجه اللي بتعملها، مش حاسس ان انت مبسوط وانا بعملها او بزهق بعد شويه، يبقى الواي بتاعتك مش كبيره enough. ولما تفكر في غيرك او في الاثر بتاعك بشكل اكبر هتختلف الدنيا معاك، وهتحس ان انت قادر تكمل باصرار وبقوه وبتفاؤل ومن غير يأس ابدا، ومفيش قلق، لانك عارف ان في قوة أكبر بتساعدني. أنا مش بسوق العربية وزقها وحركة دريكسيون، أنا ببقى قاعدة في كرسي السواقة والعربية بحط البدل بتاع البنزين وتموز، مش بقعد بقى أتحرك لازم أحط الزيت وأحط، لا أنا not in control. في حاجة أكبر كبيرة عني بكتير هي اللي بتساعد. أوكي، ما فيش حاجة بنعملها لوحدنا، بس لو عرفنا إحنا مين وإمكانياتنا إيه وشيلنا limiting beliefs اللي جوانا وابتدينا نكبر الفيجن بتاعتنا، هنبقى صحيين كل يوم inspired وignited. جربوا، حطوا على ورقة أنا إيه هدفي، عايز أعمل كده ليه، وبعدين افضلوا اسألوا why 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 حتى ما تشوفوا أنتوا عايزين توصلوا لإيه. share with me، بعتوا قولوا لي رشا انا حسيت ان انا عايز اعمل كذا، انا حسيت ان انا اقدر اعمل كذا، انا حسيت نفسي اعمل كذا، بليز بعتوا قولوا لي وسند مي يور ايميل، سند مي كومنتس. انا بحب اتبسط بيها جدا، وبعمل ساعات فيديوز كتيره بيزد على الاسئله بتاعتكم. اوكي، فاشكركم النهارده وثانك يو سو ماتش، واتمنى لكم ويك اند سعيد. باي باي.